أهلا بكم وحلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا تقمع الكلمة الحرة وتغيب حقوق الإنسان العراقي؟ من له المصلحة في ترسيخ حكم الأحزاب والميليشيات المتهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان؟ كيف ينظر القانون الدولي إلى قمع الحريات وحرمان الإنسان العراقي من حقوقه؟ فقد حذرت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية من قانون جرائم المعلوماتية في العراق، حيث يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت، وسيكون بمنزلة انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق، حيث يجرم القانون الأنشطة التي تندرج ضمن حرية التعبير ويمنح السلطات صلاحيات مفرطة لفرض عقوبات قاسية ومنها السجن المؤبد. بينما أعربت الكثير من المنظمات الدولية ومنها منظمة Human Rights Watch عن مخاوفها المتزايدة بشأن قمع المتظاهرين السلميين وإزهاق أرواح النشطاء بالاغتيالات ومن سوء المعاملة والأوضاع المهينة في السجون العراقية المكتظة بآلاف الرجال والنساء والأطفال. نضع تحت الضوء أسباب قمع الكلمة الحرة في العراق وتداعياتها، ومن له المصلحة في انتهاج سياسة تكميم الأفواه، وكيف ينظر القانون الدولي لحرمان الشعب العراقي من حقوقه الإنسانية المشروعة. سياسي العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 يتذرعون بالديمقراطية على أنها أشبه بالمعجزة التي يجب على الشعب ارتضاء الويلات لأجلها، فيخففون على الدوام من أهمية الكوارث كلما وقعت، ويجملونها بزينة الحرية التي يسوقونها في مؤتمراتهم وخطبهم على أنها صنيعتهم المقدسة. لكن الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي أصبح ثوبا فضفاضا يرتديه كل من يسعى للقمع ومصادرة الحريات. نأسس قوات أمنية ترعى المواطن. مرصد الحريات الصحفية أشار إلى تعرض الصحفيين في العراق إلى المئات من الحوادث المسجلة التي تدخل في باب قمع وانتهاك الحريات الصحفية من خلال الضغوطات والتهديدات من قبل المسؤولين الحكوميين والمنتمين إلى الأحزاب والميليشيات الطائفية. منظمة العفو الدولية قالت إن قانون جرائم المعلوماتية يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت، وسيكون بمثابة انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق، ومن شأن القانون أن يجرم الأنشطة التي تندرج تحت حرية التعبير ويمنح السلطات في العراق صلاحيات مفرطة لفرض عقوبات قاسية من بينها السجن المؤبد. فيما أعربت منظمة Human Rights Watch عن مخاوفها المتزايدة بشأن سوء المعاملة والأوضاع المهينة في السجون الحكومية المكتظة بآلاف الرجال والنساء والأطفال. من جانب آخر، أكدت المنظمة على أن القوات الحكومية في العراق استخدمت القوة القاتلة والمفرطة إلى حد كبير في قمع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم. الحكومة الحالية في العراق سبق وأن قامت بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام، واستخدمت قواتها الأمنية لتضييق مساحة العمل الصحفي، فلم يسلم الصحفيون العراقيون ولا الأجانب من عمليات الاعتقال والقتل بمسوغات مختلفة. إذن أرحب بضيوف الكرام. ضيفي في الأستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، مرحبا بك أستاذ حسين. وأرحب بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، ينضم معنا من فيينا. أستاذ زياد السنجري مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وسينضم إلينا لاحقا الأستاذ هادي جلو مرعي رئيس المركز العراقي للحريات الصحفية. أبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي، يعني الكلمة الحرة تغيب في العراق وأيضا تغيب حقوق الإنسان العراقي. الكثير من المنظمات الدولية أعربت بتقارير لها عن أن المواطن العراقي يحرم من حقوقه كإنسان، وكذلك الكثير من المتظاهرين خرجوا في تظاهرات وتم قمعهم وتم زجهم في المعتقلات والسجون. لماذا هذه المنهجية؟ هل هي منهجية فعلا لسياسة تكميم الأفواه؟ يعني المنهجية الموجودة في العراق حقيقة لا تقوم بها مؤسسات الدولة، بينما تقوم بها الميليشيات، والميليشيات هي غير مدربة على حقوق إنسان وعلى تنظيم حرية الإعلام وحرية الرأي، بينما المادة 38 من الدستور العراقي تنص على حرية الرأي
وإبداء الرأي في جميع وسائل الإعلام وحرية الطباعة وحرية النشر وحرية التعبير، كل هذا هو منص دستوريا، ولكن أنه الذي يقوم بقمع الحريات والذي يعتقل المتظاهرين والذي كل هذا هي مؤسسات غير رسمية، هي الميليشيات، هي التي هي صاحبة النفوذ الأكبر في الدولة العراقية. اليوم الميليشيات أصبحت أقوى من جميع مؤسسات الدولة، لهذا السبب تجد جميع النصوص القانونية والدستورية شبه مجمدة وغير معمول بها، بينما هؤلاء بمعنى القانون للأقوى، الأقوى هو الذي يفسر القانون كما يريد. ما موجود في العراق من قمع، ومن قمع للحريات، قمع لحقوق الإنسان، يعني تكلمت به جميع مؤسسات الدولية والإقليمية، لكن دون أي نتيجة، دون أي يعني رادع لهذا القمع. حقيقة أنه الحكومة العراقية نفسها هي عاجزة أمام هذه الميليشيات التي تمارس دور فوق القانون، كأنما هي فوق القانون وفوق الدستور. لهذا السبب أعتقد أنه العراق يعيش حالة أسوأ مما نتصور بسبب ممارسات الميليشيات ضد حقوق الإنسان وضد الإعلاميين وضد الصحفيين وضد أصحاب الكلمة الحرة. نعم أستاذ زياد السنجري، الإعلامي والصحفي العراقي، يعني عملت في مهنة الإعلام زمنا طويلا، هل لك أن تحدثنا عن ماذا أو معاناه العراقيون الإعلاميون تحديدا في العراق، كيف تمت محاربتهم وقمع كلمتهم الحرة، الميليشيات هي التي تقوم بعملية القمع أم الحكومة؟ الحقيقة دكتور أشكرك على إتاحة هذه الفرصة، ولكن الحديث بشجون في هذه المسألة تحديدا ولتجربة شخصية ولوقائع وأحداث. أولا أريد أن أشرح بشكل موجز وسريع بعض الأمور. بعد احتلال العراق دائما يتشدق الاحتلال الأمريكي بأنه جاء بالحرية، جاء بالديمقراطية، جاء بحرية الانتقاد وانتقاد أي شخص موجود في الحكومة. طبعا هذه أول من كفر بهذه الحرية هم الأمريكان. عملت في وكالة رويترز العالمية 10 سنوات، تعرضت فيها فقط من الاعتقال من قبل القوات الأمريكية أكثر من 7 مرات. هذه القوات الأمريكية طبعا يتم إخلاء سبيلي وأنا صحفي، ولكن لا تسمح لأي جهة إعلامية مهما كانت إلا أن تصعد مع هذه القوة وأن تصور وفق ما هم يريدون وتنشر ما هم يريدون. في عمليات الأعفر اضطرينا مع مجموعة من الصحفيين، وهذه مثبتة وواقعة والكل يعلمها في مدينة الموصل، لم نخرج مع القوات الأمريكية بل تركنا طرق أخرى لكي ننقل حقيقة ما يحدث في تل العفر. الفريق الأجنبي ينقل الحياة العامرة ونحن ننقل الصور الحقيقية الواقع عن قتل وتدمير الناس بحجة مكافحة الإرهاب. فإذا المحتل الأمريكي هو أول من أسس لهذه المسألة. أياد علاوي، أنا أتذكر جيدا في أحد المرات حصلت على كتاب يمنع التعامل مع القناة الفلانية، قناة الجزيرة، وعدم التصوير معها أو إجراء لقاء أو مشاهدة إلى إلهي تعميم إلى دوائر الدولة. فإذا المسألة ليست حديثة، ما جاء به الحشد هو سنه المحتل الأمريكي، ولكنه تفاقم مع مرور الوقت بحيث أصبح كل صوت يعارض أي شخصية فاسدة في العراق أو أي شخصية حكومية أو أي شخصية إجرامية قاتلة في العراق، هذا الشخص يصبح مستهدف. لماذا؟ تحت بند عدم المساس من الرموز الوطنية. من هو الرمز الوطني الآن في العراق؟ أريد رمز واحد لم يرتكب جرائم بشعة في العراق، أريد رمز أو شخصية سياسية واحدة لم تقتل. على سبيل المثال العبادي أفضل السيئين، قتل 40,000 إنسان، المالكي قتل المئات الألوف من الناس وسلم محافظات بأكملها، رئيس الإقليم مثلا عندما تتكلم تمنع من دخول الإقليم إلى 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 هناك عمليات تغيير ديموغرافي، هي عمليات قتل ممنهج. داعش تقتل، ميليشيات اليزيدية تقتل، ميليشيات الشيعية تقتل، البشمركة إلى آخره. هذه شخصيات وهذه المسميات بمجرد أن تنطق اسمها وأنت في داخل العراق لست أنت المستهدف فقط، بل وسيلة الإعلام التي تعمل بها سيتم اتهامها بالدعشنة والتكفير والبعثية وإلى آخره. إذن نتحدث عن منظومة كاملة قمعية. اليوم في العراق منظومة قمعية
بكل من المسميات. آخر دولة في العراق له حرية التعبير. بعيدا اليوم تجد نصف الشعب العراقي لديه فيسبوك، ولكن من يتكلم بصوته واسمه الصريع إذا لم يكن خارج العراق؟ من يستطيع أن يتكلم عن أي جهة إرهابية داخل العراق؟ إن كان سنية أو شيعية أو كردية أو ميليشيا يزيدية مثل الكلدان أو غيرهم تريان الكلداني. لا يوجد. إذن في العراق جمهورية الخوف، جمهورية الرعب، جمهورية مطاردة الأصوات الشريفة. هذا لم يدركه أهلنا في الجنوب سابقا، ولكنه بعد عمليات اللي حدثت في مدينة موصل اكتشفوا ما يحدث عندما تظاهروا. تم اختيار شخصيات أكاديمية، شخصيات كبيرة، شخصيات مثقفة، رفضت حالة الفساد التي تستشري في البلد، رفضت حالة عسكرة المجتمع، رفضت حالة الميليشيات والقتل والدمار داخل مكونات الشعب العراقي. ما الذي حدث؟ تم اغتيال تلك الشخصيات. من اقتحم القنصلية الإيرانية في البصرة تم تصفيته وقتله. فإذا نتحدث عن جمهورية الخوف والقمع ووأد كل الأقلام الحرة والشريفة في داخل العراق. نعم أستاذ زياد. أستاذ حسين، الإعلام الحكومي بالتأكيد يعني له نظرة على حرية التعبير وكيف يتعامل مع الكلمة الحرة وحرية الرأي باعتباره إعلاما، يعني كيف ينظر الإعلام الحكومي إلى حرية التعبير من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أنه الإعلام في العراق ومؤسسات الدولة العراقية هي تدير شؤونها بأسلوب طائفي، وهناك مكونات في العراق، العراق متعدد المكونات، متعدد المذاهب، متعدد الأعراق. النهج العراقي هو نهج طائفي، سواء في الإعلام، في الأمن، في الاقتصاد، في كل شيء. لهذا السبب النهج الطائفي لا يصلح للعراق، وما يدار في العراق هو هذا الأسلوب الطائفي. اليوم حتى التعامل مع المواطن العراقي تعامل بشكل مستويات، هذا مواطن من الدرجة الأولى وهذا مواطن، هذا حتى لا يحق له، لا يمتلك حتى حق المواطنة وليس حق التعبير. يعني اللي نسميهم يعني المكون السني لا يمتلك حتى حق المواطنة، فكيف سيمتلك حق التعبير؟ لا يمتلك حق التعبير، ولا يمتلك حرية الكلمة، ولا يمتلك حق الإعلام، لأنه أصلا هو لا يمتلك حق المواطنة، وهو مشيطر وهو متهم وهو إلى آخره. لهذا السبب أنا أعتقد أنه هناك مشكلة في أس إدارة الدولة، في طريقة إدارة الدولة العراقية، لأنها تنطلق من منطلق طائفي. ما لم تدار الدولة بمنطق المواطنة والمواطن يحاسب يعني سلبا وإيجابا على أساس المواطنة، لا يمكن أن تستقر هذه لا في الإعلام ولا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في كل شيء. الطائفية هي أس المشكلة. لهذا السبب أنه الإعلام في العراق وخاصة الإعلام الرسمي يتعامل بطريقة طائفية، ولهذا السبب نجد أنه كانت العراقية تبث كثير من السموم الطائفية للمجتمع العراقي وتحرضه طائفا، في حين أيضا الدستور العراقي يجرب مثل هذا والإعلام يبث. هذه المشكلة العراقية، المشكلة هي الطائفية السياسية التي تدار فيها الدولة العراقية، هذه هي أس المشكلة. ما لم تعالج هذه تبقى جميع المشاكل وكلها تعتبر مشاكل فرعية. نعم، أرحب بالأستاذ هادي جلو مرعي رئيس المركز العراقي للحريات الصحفية. أستاذ هادي بداية مرحبا بكم. يعني الإعلام الحكومي في العراق يتعامل بطريقة طائفية، بالتالي انعكس ذلك كأداة وأصبحت كأداة فاعلة في قمع الكلمة الحرة في العراق. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ نعم، أهلا دكتور سمير. في الواقع يعني هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر، يعني لأننا لا نعرف تحديدا ما هو الإعلام الحكومي، لأنه تعرف حضرتك أنه شبكة الإعلام العراقي هي وفقا للدستور ليست شبكة حكومية، وإنما هي شبكة تخضع لسلطة مجلس النواب وأيضا تمول من المال العام، ولكنها ليست حكومة، بمعنى آخر أنها ليست تابعة لحكومة رئيس الوزراء. عدا عن ذلك، الإعلام في العراق في الغالب هو إعلام ليس حكومي. يعني أنا مع هذا الإعلام منذ تأسيسي عام 2003، وقبل ذلك كنت أعمل طبعا في الصحافة والتلفزيون والإذاعة قبل عام 2003 في عهد النظام السابق، وبالتالي في النظام الشمولي لا نستطيع أن نقول أن هنالك إعلام طائفي أو غير طائفي، باعتبار أن الإعلام يتبع للسلطة القائمة. الآن في العراق بعد 2003 الإعلام مشتت، الإعلام يتبع لأحزاب، قوة سياسية، قوة طائفية، قوة قومية، حتى العشائر والتجار وأصحاب الأملاك وأصحاب المنظمات ورجال تأسيس. يعني أنت عندك أي مبلغ من المال تستطيع أن تؤسس لقناة فضائية أو صحيفة أو إذاعة أو وكالة أنباء وتفعل ما تشاء وتقول ما تشاء. أنا أتفق مع السيد الضيف أن
الذي لم أعرفه بصراحة حتى اللحظة لأني دخلت متأخر، وأعرف أن يعني المواطنة ويعرف جميع العراقيين والذين يريدون لبلدهم أن يكون بلدا متصلا بالعالم، متحضرا، منجزا لأهدافه ولتطلعات شعبه، أن المواطنة هي أساس كل نجاح يمكن أن يعتمد عليه في بناء مستقبل للدولة. منذ عام 2003 وحتى اللحظة عانينا من هذه المشكلة، مشكلة الطائفية. ومشكلة الطائفية أبعد من أن نقول أن هنالك قناة فضائية تمارسها وأن هنالك حزب يمارسها وأن هنالك سلطة تمارسها. مشكلة الطائفية في العراق هي أشبه بالسرطان الذي ضرب الجسد العراقي من شماله إلى جنوبه، وتأثر به جميع العراقيين، يعني بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والعرقية والقومية وحتى ثقافتهم وتطلعاتهم، سواء كانوا مثقفين، أكاديميين، مواطنين عاديين، باعتبار أن هنالك سلطة فوقية. يعني الطائفية أصبحت أشبه بالسلطة الفوقية، أنها تقع على رأس كالمطر، تقع على رأس المثقف وعلى رجل الدين وعلى الشيخ العشيرة وعلى البقال وعلى المواطن الذي يجري في الشارع ويمشي في الشارع، ويمكن لسياسيين أو لأشخاص مثقفين أن ينزاحوا للطائفية ويروجوا لها ويجعل المواطن عرضة لأمراضها، باعتبار أن هنالك كثير من الناس سذج ربما تطرح عليهم الطائفية بغطاء لطيف يعني أو بطريقة شفافة ويندمجون معها ربما يعيشونها. ولكن في النهاية أنا أقول أنه الإعلام في العراق مشكلته ليست فقط الطائفية، باعتبار أن العراقيين جميعا كمواطنين فرضوا على هذا الإعلام أن يبتعد عن الطائفية. ليش؟ لأنه المواطنين العراقيين بالمجمل العام الآن هم ضد الطائفية، يعني بغض النظر عن انتماءاتهم سواء كانوا سنة أو شيعة من قوميات أخرى وأديان أخرى، الآن الجميع اكتوى بنار الطائفية ويشعر بأن الآن قد آن بالفعل لكي يقترب العراقيون أكثر من المواطنة. وأنا أتحدث إليك من داخل العراق، يعني من قلب العراق، وأعيش تلك المعاناة وعشت أجواء تلك المعاناة، وأقول لك بصراحة أن هنالك إجماع شعبي على أن وأكاديمي ولدى النخب المثقفة وحتى المواطنين العراقيين الذين يعملون في مختلف المؤسسات الإعلامية بأن يبتعدوا عن الطائفية وأن ينهجوا نهجا وطنيا مغايرا. وأن اللافت للأمر أستاذ هادي جلو أن الحكومة أو الميليشيات أو الأحزاب هي تتعامل مع العراقيين ككل، يعني كل من يعترض السياسة الحكومية يرى مراقبون أنه يتم قمعه ويتم زجه في المعتقلات والسجون، فبالتالي أن السياسة هي قريبة إلى التعامل مع من يرفض سياسة الحكومة أو الحكومات المتعاقبة. يعني أنا أود أن يعني لا أنا أعتذر أن قد أكون يعني مخطئا، ولكن يعني أود أن أصحح الفكرة بصراحة. أقول لك أن مشكلتنا في العراق ليست مشكلة حكومات، أضعف حلقة في العراق هي الحلقة الحكومية. يعني الآن كما يقال في المثل الشعبي أن الحكومة هي حائط صيص، أيا جاء يستطيع أن يرتقي هذا الحائط ويقفز منه ويعبر للجهة الأخرى. المشكلة في العراق أكبر من مشكلة الحكومة. ليش؟ لأنه الحكومة هي الطرف الأضعف في مواشية المجموعات المسلحة والميليشيات والمجموعات الطائفية والمجموعات العرقية والجماعات الضغط والتجار وأصحاب الأملاك ومجموعات الضغط التي ترتبط بالشركات وأشخاص وأحزاب وفئات. لذلك الحكومة ليست هي المشكلة، الحكومة نتاج موضوع شائك، الحكومة عاجزة. يعني أنت عندما تريد أن تصف الحكومة العراقية لرئيس وزرائها، رئيس أو وزرائها الآخرين، امتدادها طبعا مع رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والنواب، وباعتبار أن هذه منظومة حاكمة تشريعية كانت أو تنفيذية، تجد أنها الطرف الأضعف في المعادلة، وأن من يملي عليها ويملي على الوضع في العراق هي جماعات النفوذ، النفوذ الأوسع الذي يرتبط ربما كما قلت لك بجهات طائفية، جهات خارجية، جهات داخلية تمتلك النفوذ والقرار. لا نستطيع أن نرمي التهمة على طرف أو أن نقول أن هذا الطرف هو المسبب وأن نقول أن الذين يسجنون أو الذين يتعرضون للضغط نتيجة صراعهم مع الحكومة، لا، نتيجة صراعنا مع الوضع العراقي العام. الوضع العراقي وضع مشوه، منتج بطريقة سلبية ومنتج بطريقة ارتبطت بمزاج خاص عام 2003، ولم تعتمد المواطنة واعتمدت المحافظة الطائفية والعرقية، وهذا هو السبب الذي جعل المشكلة العراقية يعني تأخذ هذا المدى وهذا الاتساع وتؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ابقى معي أستاذ هادي جل مرعي لو سمحت. أستاذ زياد السنجري، إلى أي مدى يعني أو ما له المصلحة الفعلية في ترسيخ حكم الأحزاب والميليشيات المتهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان؟ هناك العديد من الجهات التي من مصلحتها
أن تدعم تلك الميليشيات والأحزاب والنفوذ، الجهات المستفيدة، الجهات التي تضمن النفوذ الإقليمي في العراق، الجهات التي تريد أن يستمر تدفق النفط بتلك الأسعار، الجهات التي تريد أن يصبح العراق في قعر الدول النامية في العالم، الجهات التي لا تريد للشعب العراقي بكل أطيافه الخير، الجهات التي تعمل يوميا على هدم العراق بمعاول وحتى بإبرة واحدة. زين، ما هذه الجهات، هذه المنظومة هي التي تعمل على إضعاف المكونات العراقية. هذه الجهات هي تعمل على كتب الأصوات في داخل العراق. تحياتي إلى صديقي وزميلي العزيز هادي جلو الذي انضم مؤخرا المحادثة، وهو رجل مدافع عن الحريات الصحفية وعن الأقلام وله باع طويل في هذا المجال، وهو الأستاذ زياد العجيلي. لقد وقفوا معي كثيرا في حالات أنا تعرضت لها كثيرا في مدينة الموصل عندما كنت ممثلا لمرصد الحريات الصحفية في محافظة نينوى، ونقلت كثير من حالات القمع التي تعرض لها الصحفيون والإعلام والعاملون في المجال الإعلامي. كل شخص في الدولة يستطيع أن يقمع أي شخص إعلامي، وأسسوا لهذا. الآن تفاقم الأمر مثل ما تحدث الزميل هادي، اليوم هناك حلقة الحكومة، الحلقة الأضعف، ولكن لماذا الأضعف؟ علينا أن نختلف بجزئية أن شبكة الإعلام العراقي تمول من قبل الشعب، ولكنها اختصاصها تمجيد النظام الحكم. لا تلقي بأي سلبية على نظام الحكم الحالي في العراق، لا تلقي باللائمة على أي مسألة تخص العراقي، الإنسان العراقي، وتمس سوء الخدمات في العراق، عن انتشار الميليشيات في العراق. القناة العراقية هي عامل، أو شبكة الإعلام العراقي للأسف عامل مهم في تقوية تلك الميليشيات وتلك الجهات المسلحة فوق القانون. الأهم من ذلك نقابة الصحفيين ودورها السلبي جدا. نقابة الصحفيين واجهة من واجهات الحكومة عندما تعرض إمكانية منح مالية للصحفيين وشراء أصواتهم. نعلم أنا والزميل هادي هناك شخصيات كثيرة لا تمثل الإعلام بصفة بصلة، وهذه الشخصيات هي ربما محترمات للمهن لهم، مجرد ناس كسبة، ناس بسطاء جدا جاءوا لكي يأخذوا هوية ويدعون بأنهم صحفيين أو إعلاميين. هؤلاء لا يفهم هذا الأمر. بالتالي تم اشتراء شخصيات صحفية، وتم تهديد شخصيات صحفية واعتقال شخصيات صحفية وإعلامية، وتم أيضا استبدالهم بشخصيات وهمية فضائية، حاله حال الجيش، حاله حال بقية المؤسسات والعاملين فيها، حاله حال الشرطة، حاله حال كثير من المؤسسات. لذلك أصبح العبء الكبير على بعض المنظمات، منها مرصد الحريات الصحفية والدفاع عن حقوق الصحفيين، منظمات بسيطة. أما دور الصحفيين أو نقابة الصحفيين الحقيقة تجرد من اسمه كصحافة وإعلام، وأصبح دكان للبيع المناصب والمسميات الأخرى. حتى على الكثير من المنظمات أستاذ زياد السنجري يعني انتقلت الواقع في العراق، منظمات الحريات الصحفية والدفاع عن الصحفيين كما تفضلتم أيضا، والكثير أيضا من المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية أيضا كان لها الكثير من التقارير التي تحدثت عن سوء التعامل مع الإنسان العراقي، سواء كان المتظاهر المطالب بحقوقه أو الصحافي وجميع فئات الشعب العراقي. أستاذ حسين السبعاوي، يعني بالتأكيد أن الإعلام فقط هو لا يقتصر على ما يذاع وما يشاهد، بل أن الكثير التطور الآن ومواقع التواصل الاجتماعي كان لها الباع الكبير في موضوع نشر الفيديوهات ونشر كل ما يدور في داخل الساحة العراقية وخارجها. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي في العراق كانت أداة فاعلة في نشر الحقائق وما يجري من عمليات قمع للكلمة الحرة في العراق. البعض يرى أن ما يجري في العراق يعني يتم وكل شيء هو مسموح به، ولكن لا يتم الاعتراض على السياسة الإيرانية في العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك تم تسنين قانون جرائم المعلوماتية الذي استهدف حرية التعبير في العراق. كيف يعني إلى أي مدى تتفق مع ما يراه الإعلاميون أو بعض الإعلاميين؟ يعني أنا أولا أعتقد أنه
حرية الإعلام ليس عدد الصحافة، عدد الصحف ولا عدد القنوات التي تبث، وإنما الرسالة التي تبثها هذه القنوات. وهذا لو كان على عدد هذه القنوات وعدد الصحف لكان العراق يعتبر من أفضل الدول في حرية الإعلام، إذا كانت الموضوع في العدد وإنما في النوع وفي الرسالة. المشكلة أنه لابد أن نعرف هناك سقف وهناك تحت السقف، الدولة سقف وغيرها تحت السقف. المشكلة بعض القنوات وبعض الصحف هي تبث بمستوى أعلى من مستوى الدولة، وتستهدف المواطن العراقي في آن واحد، يعني هي لا تبث أعلى مستوى الدولة وتستهدف جهة معادية، هي تستهدف المواطن العراقي بذاته. هذا واحد. ثانيا أنا لاحظت أنه في الإعلام العراقي أقصد الفضائية، القنوات الفضائية الإعلامية بدأت شيئا فشيئا تبتعد عن النفوذ الإيراني في العراق، في حين هي أيضا تهاجم الحكومة العراقية وتنقد الحكومة العراقية، وكأنما أنه التدخل الإيراني له حصانة أكثر من الحكومة العراقية داخل العراق. هذا شيء غريب جدا، يعني أنا ملاحظ متابع، وطبعا الإعلام بمستواها الأفقية كاملة، يعني من الشمال إلى الجنوب، يعني سنة وشيعة وقومي وعلماني وليبرالي وإلى آخره، بدأ شيئا فشيئا يتجاوز أو يغض الطرف أو يسكت أو يتكلم يدعم التواجد الإيراني أو النفوذ الإيراني في العراق، في حين ينقد الحكومة العراقية والبرلماني وإلى آخره وإلى آخره. هذا حقيقة هذه رسالة واضحة أن هناك نفوذ على الإعلام العراقي أو هيمن على الإعلام العراقي من قبل النفوذ الإيراني، وهذا خطر جدا على الإعلام أن تكون رسالته واضحة مهنية. أما قضية السوشيال ميديا، السوشيال ميديا لها تأثير كثير، ولكن لا تعتبر يعني هي كالقنوات الإعلامية كقيمة يعني معتمدة. السوشيال ميديا هناك أسماء وهمية، هناك ذباب إلكتروني، هناك أسماء غير معلومة، هناك كثير، ولكن نعم المواطن العربي خصوصا وحتى عالميا أصبح المواطن يتابع السوشيال ميديا وخاصة التويتر والفيسبوك أكثر مما يتابع القنوات الإعلامية. ولكن أيضا تبقى هذه أنه نحتاج إلى الحسابات الموثقة، إلى الشخصيات التي تعلن عن أسماءها عن كذا. لا يمكن أنه أنا أتابع شخصية وهمية لا أعرف من أين تبث وإلى من تنتمي. أيضا أفسدوا في هذه التواصل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شركات إلكترونية اللي ما يطلق عليها الذباب الإلكتروني. هذه الشركات الإلكترونية ما أن يبث مواطن يعني برسالة إيجابية أو رسالة خدمة لهذا الشعب إلا وتجد مجموعة من السباب والشتائم وإلى آخره. هذا معناه أيضا ما زال نفوذ هذه الأحزاب التي تريد أن ترتقي أعلى من سقف الدولة هي أيضا دخلت إلى مواقع التواصل وبدأت تفسد هذه المواقع. وهذا ما يعرفه كثير من أصحاب الحسابات الكبيرة داخل العراق وحتى خارج العراق. طيب اسمح لي أن أنتقل لأستاذ هادي جلو مرعي رئيس مركز العراقي للحريات الصحفية. أستاذ هادي، يعني مواقع التواصل الاجتماعي كانت أداة فاعلة في أداة للعراقيين للتعبير عن طموحهم وعن مطالبهم الإنسانية، وهي مطالب مشروعة، وكانت هذه المطالبات بطريقة سلمية، ولكن في الكثير من التظاهرات ما جوبهت بالاعتقالات وبالزج في السجون وملاحقة الناشطين. الدستور في العراق بالتأكيد هو متضمن لفقرات يعني تضمن حرية التعبير، إلى أي مدى ترى أن هذه الفقرات هي مفعلة فعلا على أرض الواقع؟ يعني قد يكون الدستور هو أشبه بحال الحكومة، أيضا هو يعني الحائط المنخفض الذي يمكن ارتقاؤه بسهولة أو جهله حتى والمرور من ثغراته. اسمح حي الأخ العزيز زياد وسنجري، ويعني هنيه على السلامة لأنه ما خلال الخمسة الماضية بمحن لا تعد ولا تحصى وواجه بلاء كبير وانتقل من مكان إلى آخر بسبب الأحداث التي شهدت الموصل والأوضاع التي سادت في العراق. أيضا تحية ضيف الكريم الأستاذ حسين الطبراوي، وأقول بسؤال سمير إذا تسمح لي أن الوضع في العراق سببه التشكيل الخاطئ لنظام الدولة العراقية عام 2003، وكل الذي تحدثتم فيه قد لا يتحمله البعض ممن يتولون مناصب أو إدارات، باعتبار أننا لا يمكن أن نلغي الجميع ونقول أن الجميع سيئين، ولكن يعني الفكرة الأساس في الموضوع أن تحميل المسؤولية جميعها للناس قد لا يكون منصفا، ولكن تحميل المسؤولية لمن شكل هذا النظام السياسي ربما تكون راجحة حتى وإن كان يصعب محاسبة هؤلاء أو ملاحقتهم، لأنه
مضى وقت طويل على هذا التشكيل وذهبت الأمور كما يقول الأخوة الكويتيون طارت الطيور برزاقها، أنه تشكيل النظام السياسي في العراق كان مشكلة بحد ذاته، لأنه أسهم إلى حد بعيد في جعل الدولة منفلتة، أنها ليست مستقرة، لا يوجد نظام مركزي واضح المعالم، لا توجد صلاحيات واضحة، القانون هو آخر من يتوجه إليه الناس أو آخر من يحترم في صف الواقفين في مكان، والنظام السياسي هو منتهك من قبل الجميع، لأن من يملك القوة والنفوذ والحضور والتأثير هو الذي تتمايز لديه الأمور أكثر مما تكون لدى الأطراف التي تبحث عن العدالة الاجتماعية والسلوك الإداري الصالح وإدارة الدولة الرشيدة. التدخلات الخارج، نعم لا يمكن تجاهل فكرة أنه لا توجد دولة نافذة ولديها قوة في المنطقة العربية أو في الإقليم المجاور أو في أوروبا والغرب عموما إلا وتدخلت في الشأن العراقي بما لديها من تصورات وآمال وأحلام، وهنالك دول حظيت بالنصيب الأوفر من هذا التدخل والمكاسب لأسباب مرتبطة بطبيعة الصراع في المنطقة والنفوذ ونوع التدخل والقدرة على فرض هذا التدخل وجعله ملائما لطبيعة توجهات هذه الدولة أو تلك ومصالحها. المهم أننا نعتقد أن المرحلة الماضية يجب أن تكون درس مهم للشعب العراقي، درس مهم للقوى السياسية الصالحة التي تعتقد أن بإمكانها النهوض بأعباء المرحلة وتغيير المسار وتصحيح هذا المسار. الأمور ليست مثالية في العراق بالتأكيد، ولا يمكن أن نقول أنها مثالية، ولا يمكن أن نقول أيضا أن المستقبل القريب ينبئ بوجود تغيير يرضي جميع مكونات الشعب العراقي ويعيد التوازن للمكونات وللطوائف وللقوميات ولمن ظلموا ولمن يشعرون أنهم هم شو أو يشعرون أنهم لم يحصلوا على فرصتهم حتى اللحظة. ولكن الخطاب يجب أن يوجه لمن يريد أن يحكم الدولة حكما رشيدا، وهو أن يعتمد على العدالة الاجتماعية في الأساس، وأن يعتمد على دستور صالح، وأن يعتمد على رغبة في بناء الدولة وعدم تهميش أحد. لكن البقاء في دائرة المكاسب والمنافع التي عليها بعض القوى الفاعلة والتي تضعف الدولة لحسابها من أجل المضي بمصالحها، أعتقد أن هذا الأمر ربما إذا بقي كذلك سيطول نعم إن لم يحدث تغيير كبير. ليش؟ لأنه هنالك قوة نافذة تحقق مكاسب مادية وسياسية ومن مصلحتها أن تبقى الأمور على ما هي عليه. أستاذ زياد السنجري، يعني العدالة الاجتماعية، التنمية الاجتماعية، كذلك التنمية الاقتصادية، كلها عوامل كانت ربما محطة أو أهداف للمسؤولين في أوروبا، هناك لديكم وأنتم في أوروبا. الآن الذين من يحكم في العراق الآن، الكثير منهم قبل الاحتلال عام 2003 كان يبشر بنشر الحرية في العراق، وأن يكون المواطن العراقي يعيش في بحبوحة من الترف ويأخذ أو يأخذ ما يستحقه من حصته من النفط والكثير من الأحاديث التي كانت تقال حينها. في أوروبا لو أعطيت لنا أو وصفت لنا كمفارقة أو شيء من الصورة المفارقة بين أوروبا وبين الواقع في العراق الآن، وغالبية من يحكم في العراق هم جاءوا من بريطانيا. نعم، هنا في أوروبا الأمثلة كثيرة، يعني ممكن جدا، يعني قبل أيام أنه رئيس جمهورية النمسا في المترو لم يجد له مقعد واقف، وجاء شخص أخذ صورة لرئيس الجمهورية لا يجد له مقعد بدون حماية. أحد الأصدقاء هو برلماني هنا، عضو برلمان عمر الراوي، أشاهده في الدراجة الهوائية يذهب إلى الدوام بدون أي حماية وبدون أي شخصيات أو مرافقين إلى آخره. الأمثلة الحقيقة كثيرة وبعيدة، لكن هنا مشكلة العقلية السياسية العراقية الموجود الآن لا يصدق أنه في الحكم، هو عقلية معارض، يعني هو هاي العقلية، عقلية معارض وعقلية الشخص المغبون الذي قتل كذا من أقربائه لسبب معين، إن كان صادق أو محق أو لا، أنه بحزب الدعوة وقتل من أقربائه إلى آخره، فلذلك يجد نفسه بأنه في مكان لا يستحقه. لماذا لا يستحقه؟ لأنه هو يعمل في التخريب. الآن أريد أسألك سؤال وليكم واضحين،
هذه الشخصيات اللي تحكم العراق أليست هي من أول من قام بعمليات تفجير في الجامعة المستنصرية وغيرها من المناطق في العراق؟ أليست هذه الشخصيات أول من نفذ العمليات القتل داخل العراق وتفجير ورمانات يدوية؟ هذا الفكر، من فجر السفارة العراقية وقتل بلقيس زوجة نزار قباني؟ من فجر هذه السفارة العراقية؟ هذه العقليات لا يمكن أن تبني دولة، هذه عقليات تقتل تفجر، هذه عقليات تقمع تسجن، هذه العقليات تقمع وتعمل على عسكرة المجتمع دائما. يعني اليوم هناك وعي بالمناسبة للشعب العراقي، أدرك بأن الأكاذيب المعممين والسياسيين والأحزاب الموجودة الآن كذبة كبيرة بأن الفكر السني الوهابي سيقتل، أدركوا بأن العراقيين في مدينة الموصل والمحافظات المنتفضة هم ناس بسطاء أرادوا أفسد الحقوق. طبعا ابن الجنوب أيضا يفتقد هذه المسألة، ابن بغداد يفتقد هذه المسألة، ابن الموصل يعاني من الكهرباء، أبو البصرة يعاني من الماء. الحقيقة الظلم الآن متساوي بعيدا عن كل شيء، لعبوا على الطائفية وانتهت. اليوم لديهم الكثير من الملفات التي يريدون أن يخوفون الشعب. هنا في أوروبا لا يوجد هذا الشيء، لا يهمهم من أنت وما ديانتك، هذه مسألة تعود لك خاصة بك أنت، إذا كنت محجبة المرأة، إذا كانت سافرة، إذا كانت يهودية، إذا كانت موشومة، هذه المسألة تعود لك. ماذا تقدم للمجتمع وماذا تستطيع أن تفعل؟ ما الذي تستطيع أن تقدمه للمجتمع من فن وثقافة بعيدا عن أوروبا؟ هناك نحن نترأس مركز ثقافي، الكل يحترم هذا المركز، مركز الثقافي العربي الأوروبي، الحقيقة الكل يستسيغ الثقافة العربية والفنون العربية. بينما بالعراق شاهدنا قبل أيام هناك فعالية في ملعب كربلاء أقيمت الدنيا ولم تقعد على مسألة لا تستحق هذا الشيء. فإذا السياسيين يزايدون علينا في الدين، يزايدون علينا في الوطنية لأجل نفوذ الدول مجاورة وهي إيران الصراحة، يعني هذه المسألة بكل بساطة. نعم أستاذ حسين، يعني إلى أي مدى ترى أن الاحتلال هو أس المشكلة؟ من قام بتشكيل الميليشيات هو الاحتلال الأمريكي، من قام بقمع الحريات هو الاحتلال منذ مجيئه عام 2003. الآن إلى أي مدى ترى أن ما يجري الآن في العراق هو يعني يسير ضمن انسيابية الاستراتيجية الأمريكية؟ أنا أتفق 100% بأنه المسؤول الأول عما يجري في العراق هي الولايات المتحدة، ثم تأتي إيران. هذه الدولتين هي صاحبة الهيمنة الأكبر على العراق، وهي المسؤولة عما يجري في العراق، سواء من الإعلام إلى حقوق الإنسان إلى عدم بناء مؤسسات مهنية، عدم بناء مؤسسات احترافية، عدم احترام الدستور، كل هذا هو. نعم أتفق 100% في هذا. أنا أعتقد المشكلة في الساحة العراقية أكررها أقول أنه في إدارة الدولة، ما لم تكن إدارة الدولة على أسس المواطنة لا يمكن أن يصلح الوضع العراقي. هذا غائب منذ 2003 إلى الآن، لا يوجد معيار للمواطنة لكي تنشأ الدولة العراقية. اليوم العمل السياسي في العراق يعتبر مغنم مادي ليس أكثر، مغنم شخصي ليس أكثر. لو كان هناك رقابة، احنا اليوم نظام حكومة برلماني، كيف نظام برلماني لا يوجد فيه معارضة سياسية، كتلة معارضة، غياب المعارضة في النظام البرلماني هذا غير موجود في العالم كله. لابد أن تكون هناك كتلة حاكمة وكتلة معارضة حتى تقوم هذه الحكومة أو تقيلها، تسقطها ثم نذهب إلى انتخابات مبكرة. هذا المفهوم غير موجود، لأنه كل من يشترك في العمل السياسي يعتبر هو مغنم ولابد أن يكسب أكثر. ولهذا نجد أنه بيع المناصب، بيع المواقع، عدم المهنية في القنوات الإعلامية، عدم الطرح الصحفي الإعلامي المهني، غياب المؤسسات الاحترافية. اليوم إذا تريد تبني دولة ديمقراطية لا يعني أنه أنت لا تكون لديك قوة أمنية، يجب أن تكون لديك قوة أمنية حتى تحمي هذه الديمقراطية، ولكن قوة أمنية احترافية تعتمد مبدأ المواطنة، تحترم حقوق الإنسان، ليست ميليشيات حتى تبني دولة. دولة العراقية دولة حضارية، ما يبنى إلا ناس حضاريين. ولكن في الناس المتخلفين لا يستطيعون أن يبنون دولة حضارية. ولكن هناك دستور موجود، والدستور يعني نعم. ترى أن فيه مفعل ضمان حرية التعبير في العراق؟ نعم، المادة 38 تنص على حرية التعبير وحرية الإعلام، ولكن هل هي مفعلة؟ الجواب لا. من المسؤول على عدم تفعيلها؟ لابد أن نشخص شخصية مسؤولة مباشرة، وهناك مسؤولين غير مباشرين. الحكومة وإن كانت حلقة الأضعف بس هي المسؤولة الأول،
لأنه هذا الدستور والسلطة التنفيذية في الدولة العراقية هي اسمها رئاسة الوزراء، وبقية المؤسسات هي ساندة لها في تنفيذ هذا. أما الآخرين الذين يكونون أعلى من الدولة يتصرفون تصرف أقوى من الدولة، يجب الدولة أن تحاسبهم، وليس المواطن وليس الباحث وليس الأكاديمي. إذا هي سمحت لهذه الأحزاب أن تتمرد عليها، ومعلومة اليوم في العراق معروف يعني كيف تدار الأمور وكيف المؤسسات الأمنية يعني مشتتة، لا توجد مركزية فيها، لا توجد مهنية، لا توجد احترافية بها، لا يمكن أن تصنع ديمقراطية. اليوم إحنا في جمهورية في وضع يعني مظلم، وإن كانت هناك بعض الحريات الإعلامية لكنها فوضى إعلامية وليست حرية منظمة. يجب تنظيم هذه الحريات الإعلامية حتى تأتي برسالة هادفة إلى المواطن حتى ننظم. اليوم نحن من البلدية إلى الوزارة تعيش حالة فوضى وحالة فساد وحالة إضافة للفوضى الأمنية اللي موجودة. اليوم القوى الميليشيات تدخل في السياسة والدستور العراقي يحضرها، هذه الميليشيات تدخل في الاقتصاد والدستور العراقي يحضرها، هي فاسدة وتمارس العمل الأمني والعمل السياسي. حتى لا يمكن أن تبني دولة ديمقراطية. والحكومة ماذا ستعالج؟ إن لم تستطع المعالجة وهي المسؤول المباشر فعليها أن تستقيل. نعم أستاذ هادي جلو مرعي، وأنتم رئيس المركز العراقي للحريات الصحفية، كيف ينظر المجتمع الدولي، ما دور المجتمع الدولي في كل ما يجري للعراقيين من حرمان لحقوقهم الإنسانية؟ السلام عليكم أستاذ هادي، سمعتني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بأستاذ هادي جلو مرعي. أستاذ زياد السنجري، السؤال نفسه أحوله إليكم. السبب الرئيسي لما يجري في العراق مثل ما تحدث الأستاذ حسين السبعاوي أن الولايات المتحدة أو الاحتلال الأمريكي تتحمل المسؤولية رقم واحد، ثم إيران تتحمل المسؤولية رقم اثنين، ولكن هنا القانون الدولي أو المجتمع الدولي كيف ينظر إلى ما يجري في العراق من حرمان لأبسط الحقوق الإنسانية؟ نعم، ذكرت في بداية حديثي كيف شرعنا الاحتلال الأمريكي تكميم الأفواه ومطاردة كل الصحفيين المناوئين للاحتلال الأمريكي في العراق. لكن ما حدث حقيقة الأمر بعد النفوذ الإيراني الواضح وسيطرته على مقاليد الأمور في داخل العراق وبسط نفوذه بالكامل في كل المحافظات العراقية، جسد هذه السنة التي سنها الأمريكان بأبشع صورها. فقد استطاعوا أن يكتموا ويقتلوا كل من يتكلم بحرف إذا كان سني أو شيعي. بالمناسبة المظاهرات في جنوب العراق، المظاهرات في وسط العراق أكثر من ما يحدث الآن في محافظاتنا المنكوبة. لذلك المعترضين في أهلنا في الجنوب أكثر مما المعترضين في شمال العراق، كونهم منهكين من حروب أشعلت الأخضر واليابس. لذلك تجد بأن النفوذ الإيراني الذي سيطر هو نفوذ ليس بسيط، نفوذ مؤسساتي، نفوذ يستمر في كل تفاصيل الأمور. يعني ينشئ مدرسة الخميني، إعدادية الإمام الصادق للشيعة في الموصل، ينشئ إذاعة فضائية، يقارع من هو منافس له وينهيه بشكل تام، يعمل على جعل المجتمع ككل حالة طرد لإيران. ممكن أن يحرقون العراق أو ما تبقى من العراق لأجل إيران. كيف ذلك؟ تجد أن الميليشيات، تجد هذه القوى تعمل على زعزعة الأمن في العراق خاصة وفي دول الدوار، وجعل العراق هو قائد الانطلاق تلك العمليات. أما من يتكلم فأكيد مصيره القتل، وفي أفضل حال هو السجن. نعم أستاذ هادي جلو مرعي، منظمة العفو الدولية حذرت من أن قانون جرائم المعلوماتية ربما يستهدف حرية التعبير في العراق، ما مدى خطورة هذا القانون؟ نعم، الآن هنالك أشبه بحل التوقف عن تشريع هذا القانون ومناقشته في البرلمان العراقي. يعني الحمد لله كانت هنالك حملة
كبيرة من الناشطين المدنيين والصحفيين وكتاب ومثقفين ومؤسسات إعلامية ومثقفين بشكل واسع جدا. انه يعني انا قد اكون اتشرف انه كنت واحد من ضمن الذين وقفوا في كجزء من هذه الحملة ضد قانون جرائم المعلوماتية لأسباب مرتبطة بطبيعة هذا القانون وخطورته وإمكانية أن يكون جزء من معادلة صراع بين قوى النفوذ وبين المواطنين المعترضين على الأوضاع وعلى طبيعة ما يجري في العراق وطريقة إدارة الدولة. وبالتالي هي محاولة جديدة لتكميم الأفواه بالرغم من أن هنالك مواد قانونية ضمن هذا القانون مفيدة ونافعة كمحاربة الاتجار بالبشر والمخدرات وغيرها، ولكن في الواقع نحن لا نريد أن نكون جزء من معادلة سلبية وكأن من يتحدث ضد جهة نافذة أو من ينتقد أساليب حكم أو من يعترض على إجراء أو قانون أو طريقة إدارة هناك في العراق. وأنتم هناك في العراق أستاذ هادي جلو مرعي، يعني ألا تعانون من تضييقات، من تهديدات من قبل الميليشيات أو من قبل الجهات والأحزاب المتنفذة التي يعني تهددكم بأنه أن لا تنشروا كل ما يحصل داخل الشارع العراقي أو ما يعانيه العراقيون من نقص في حقوقهم الإنسانية وانعدام في جميع الخدمات، وكذلك من تسليط الضوء على ما يجري داخل السجون أيضا والمعتقلات؟ يعني أكون صريح مع الذين اختاروا أن يعيشوا في الداخل وأن يواجهوا المحنة وأيام المحنة وأن يكونوا جزء من الوضع العراقي الحالي المستمر طبعا من سنوات طويلة. أكيد تتوفر لديهم خارطة الطريق في التعاطي مع الأحداث والأشخاص والجهات، وهنالك خطوط حمر، هنالك مناطق لا يستطيع الطحف الدخول إليها، ولا أعني مناطق الجغرافيا يعني الجغرافيا السكانية أو الجغرافيا الأرضية، ولكن أعني جغرافيا سياسية هكذا أريد أن أسميها. هناك مناطق لا يذهب باتجاهها الصحفي ويختار أن يكون يعني أداؤه منصبا على طريقة معينة تجنبه المخاطر. البعض يذهب في الواقع إلى ما هو أبعد، ولكن في العراق يعني أنا لدي فكرة دائما أقول أنه إذا أردت أن تريح أعصابك وتهاجم وتنتقد فعليك بالحكومة ودع الأطراف الأخرى، لأن الحكومة هي الطرف الأضعف. يعني بإمكانك الآن أن تشتم رئيس الوزراء، ولكن ربما لا تستطيع أن تنتقد شخص بسيط في مكان ما لأسباب مرتبطة بحضوره أو بطبيعة انتماءاته أو بتأثيره. ولهذا الوضع في العراق بصراحة وضع مربك، يعني لا يعطيك بشارة بأن شيئا إيجابيا قد يتحقق لك عندما تعيش في هذا البلد. هنالك مصاعب جمة وفي مجالات مختلفة. اليوم يعني أنا يوميا أكتب عمود صحفي، اليوم كتبت عمود صحفي أسميته العثور على عراقي تائه. يعني العراقي التائه الذي يذهب إلى بلد آخر مثل ما فعل زياد مثلا في فيينا ويقول أنه عمر الراوي هو عراقي يعيش صورة معبرة. نعم، وبالتأكيد هذا العمود أو هذا العنوان هي صورة معبرة لما يعانيه العراقيون الآن. الكثير من العراقيين بالملايين هم خارج العراق مهجرين بسبب قمع الحريات أيضا وعدم الاعتراف بحقوقهم الإنسانية. كيف تعلق على ذلك أستاذ حسين في دقيقة واحدة؟ أنا أعتقد أنه الإعلام وبقية مؤسسات الدولة تحتاج إلى دولة أو إلى أساسة وطنيين يحملون مشروع وطني يعتمدون مبدأ المواطنة. كل هذه الأمور تتعالج بعد هذا السقف. ما لم يوجد هؤلاء نبقى أنه نتكلم عن قضايا فرعية، قضايا جزئية داخل المشكلة العراقية. المشكلة العراقية هي مشكلة سياسية يجب أن تعالج، ومن ثم تنزل إلى المؤسسات الدولة بناءها بناء مهني واحترافي حتى المواطن العراقي يستطيع أن يعبر عن رأيه من خلال أي وسيلة إعلامية في العراق أو في داخل العراق أو في خارج العراق، ويكون ناقدا بناء وليس ناقدا هداما. شتم الحكومة ليس حلا بقدر نقدها النقد البناء في تقويم عملها لصالح المجتمع العراقي، هذا غائب أعتقد. ومثل ما تفضل الأستاذ هادي، تستطيع تنقد الحكومة لا تستطيع أن تنقد رئيس حزب، هذا معناه أنه هذا الحزب متغول على الدولة، والذي يتغول على الدولة سهل جدا أن يتغول على المجتمع ويختاله. شكرا لك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا لضيوفي الكرام الأستاذ هادي جلو مرعي رئيس المركز العراقي للحريات الصحفية، والأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي كان معنا من بيننا. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.